بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة ويوم جديد في البريمو. النهاردة هتكون حلقة خاصة جدا، حلقة كلها كواليس وأخبار، حلقة تاني كلها كواليس وأخبار، كواليس خاصة برحيل كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك السابق، وردود الأفعال اللي لا تزال داخل نادي الزمالك، والصدمة اللي تلقتها جماهير نادي الزمالك. مين اللي هيكون موجود وهيقود الفريق في الفترة اللي جاية رغم الإعلان عن تولي طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا؟ اللي دار ما بين كارتيرون وأمير مرتضى منصور؟ أمور كتيرة جدا وتفاصيل يمكن هتسمعوها لأول مرة في كواليس رحيل كارتيرون عن نادي الزمالك، الرحيل الصادم، الرحيل المفاجئ، الرحيل اللي ممكن بيصفه البعض بأنه طبعا قد يربك حسابات نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة وتحديدا في بطولة إفريقيا. لكن الأصداء رحيل كارتيرون عن نادي الزمالك مش واقفة بس على نادي الزمالك، لا، دي امتدت إلى الغريم التقليدي هو النادي الأهلي. كمان في ردود أفعال داخل النادي الأهلي حول رحيل كارتيرون من نادي الزمالك، هنقولها لكم أخبار كتيرة جدا. لكن قبل ما اتكلم في اي حاجه، عاوز انعي الكابتن عزمي مجاهد نجم الطايره ونجم الرياضه المصريه طبعا اللي وافته المنيه خلال الاسبوع اللي فات، ومتاثر باصابته بفيروس كورونا. بسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته، بعزي أسرته كلها، بعزي أمير عزمي مجاهد طبعا مدرب نادي الزمالك السابق ومدرب نادي اف سي مصر أو نادي مصر حاليا. عزمي مجاهد من الشخصيات اللي كان لها تاريخ كبير جدا، عزمي مجاهد من الشخصيات اللي أنا اتعاملت معاها على مدار أكتر من 15 سنة، من الشخصيات اللي أنا كنت بعتز بيها. كان موجود هنا في البريمو قبل وفاته يمكن بثلاث أسابيع أو حاجة. تعالوا نشوف كان بيقول إيه ونرجع نكمل مع بعض. طبعا يعني أنا متربي في نادي الزمالك من فترة، من وأنا عيل صغير مارست اللعب واعتزلت ودربت وعضو مجلس إدارة. أنا عضو مجلس إدارة من سنة 95. بس ما تقيس اسلام ان انت بتروح او ما بتروحش، انت النادي اللي خيره عليك وعلى اولادك وعلى ابني، قصه تانية خالص يعني. لكن اللي انا عايز اقوله ان نادي الزمالك ده من 1911. الزمالك والاهلي دول جابوا الشعبيه منين؟ مين سبب شعبيه الاهلي؟ مين سبب العز اللي بيعيشه نادي الزمالك والعز اللي بيعيشه النادي الاهلي؟ مين السبب؟ اجيال النادي الزمالك، جيل الستينات. في فتره الكورونا دي بالذات يا اسلام كان ممكن تستغل في الاعلام استغلال افضل. يعني حضرت الجمعيه العموميه الاخيره؟ لا، كنت مسافر. ولو كنت موجود كنت هتحضر؟ انا بص يا اسلام، عايز اقول لك حاجه، انا يعني انا لما بزعل ما يعني بتقفل. بقفل يعني. طب انت زعلان ليه من مطلع؟ لا انا زعلان لان ده بيتي برضو، وبعدين يعني في يوم من الايام تتحط لي ورقه على الباب ان انا ما اخشش، يعني عشان نختلف في وجهات نظر. انا ازعل من الحاجات دي، متفق معاه في حاجات واختلف معاه في حاجات. متفق معاه في ايه؟ يعني متفق معاه في حاجات يعني بالنسبه للناحيه الانشائيه بصراحه. عمل طفر. تاريخ نادي الزمالك فيه رؤساء، فيه ناس افضل ثلاثه. يعني انا عايز اقول حلمي زموره ده رقم واحد. يعني الكابتن حلمي زموره ده بالترتيب حضرتك؟ لا مش يعني مش برتب والله ماشي. مش برتب يعني. من الناس اللي عملوا فعلا، واللي احنا يمكن جيل كبير يا اسلام يتمنى يعني بيكن كل احترام وتقدير كابتن حلمي زموره. حلمي زموره صنع تاريخ للزمالك، صنع تاريخ للزمالك وصنع اجيال. اولا ده لقب يمكن ده كان جزء من تصريحات كابتن عزمي مجاهد في آخر
حواراته الإعلامية اللي كانت معانا. مرة تانية يعني بنعي الكابتن عزمي مجاهد لأنه طبعا كان أخ وصديق، وكنت زي ما قلت لكم بتعامل معاه على مدار 15 سنة أو أكتر كمان. هو كان من الشخصيات الطيبة جدا والمحترمة جدا. برضو قبل ما ندخل دايما كان زي ما انتم متعودين معانا ان بيكون في تصريحات سابقة من الحلقة اللي فاتت. الاسبوع اللي فات كان معانا رضا عبد العال وابراهيم سعيد. قبل ما نقول لكم بقى على كواليس كتيرة قوي في رحيل كارتيرون عن نادي الزمالك، هنروح نشوف التصريحات الخاصة برضا عبد العال وابراهيم سعيد ونرجع نقول لكم الاسرار. كابتن مجدي ما بعرفش يلعب، كابتن مجدي مش مجدي طول ما امبارح قال لك ثواني كابتن طيب يعني والراجل ايه وقال لك ايه؟ ايوه بس مجدي عبد الغني يعني هو اللي جايب هدف كاس العالم. ايوه بس تاريخه كبير جدا ما بعرفش ده في واحده مش بيقول لك انا احرف الرضا الفيديو اللي رقصك فيه وانت كنت موجود في طريق عيسى في ماتش اهلي وزمالك، كنت ايام لما انت كنت بتلعب زمالك ما لعبتش ضده خالص خالص ده هو قال لي ان رضا كان موجود في الفيديو ده كان بيحلم ده فيندر احسن من فيندر جيب طبعا هو واسماعيل يوسف وهادي خشبه يعني اجيال مفيش مهاره انما مهارته تسد النفس والله ممكن تخليك تسد النفس تسد عبد الغني مهارته تسد النفس وتخليك ترجع تقول لي انتوا الاثنين كمان جدع ده كان بيرقص ترقيصه ومجعل ماتوره واخد بالك تحس ان هو مثلا بيلف في ميدان التحرير ماتوره بيرفع بالناشئين بس مش بالدرجه دي مش احسن يعني مش بالشكل ده يعني ما يبقاش مبالغه انت كده النهارده في لعيبه اتحرقوا الموضوع حتى محمد عبد الغني ده انا مضايقني جدا ان هو بيلعب باك رايت عبد الغني بعيد تماما عن باك رايت تماما ممكن يكون لعيب كويس بس في الح... في 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 الحته دي مش اي حد يلعب في يعني اهلي والزمالك موضوع مختلف تماما في الاهلي في جيرالدو تمام والزمالك في عنتر تمام ماشي مش دول لبسوا الفانيلتين تمام ما تحرمش اي حد يلبس الفانيلتين لا ماشي يا كابتن بس اخ دي تتقال واحنا مع بعض بره يعني انا داخل بقول لك انت زي والدي هو الراجل مش يسلم النبي ما تدافعش اهدى بس اهدى مش بدافع اهدى بس طب اهدى بس عشان اوصل انت عايز تاكل انا عايز اوصل لا اوصل وجهه نظري اخ دي تتقال واحنا بره واحنا مع بعض ما تتقالش قدام هوا ارد لك بقى في حاجه اسمها بص اسلام ارد لك اسلام ينفع ارد غبت الراجل يعني طب ممكن اتكلم في نقطه لا ما تردش انت غبت لا يعني ينفع اتكلم معاك ما بتسمع كلام ما بتقولش يعني ينفع مثلا انا اتكلم اقول لك الاخ رضا بقول لك ايه نقعد مع محمد فاروق مش انا اتكلم بقى في حته المجال بتاعنا في حاجه اسمها تقدير اكيد يعني ايه في كل مش في المجال يعني انا اشوف كابتن رضا اقول له يا كابتن رضا تمام ما ينفعش اقول اخ رضا يعني ما ينفعش ايوه هو الراجل ما يقصدش لا احنا يعني متربيين ايا كان يعني مش يعني هو طبعا زي والدي وانا اتكلمت على فكره عشان زعلتني بس في حاجه اسمها احترام تداخل على حد اللي في يوم من الايام حتى لما مروان يكبر ويبطل هيبقى يعني هيبقى في الموقف ده يتحط لان في الاول والاخر هي القاب لعيب كوره فهيتقال له يا كابتن ده شيء طبيعي احنا ما فيش بيننا وبين مروان ولا اي حد بنتكلم عليه الا ان هو يبقى كويس واحمد كشري اللي هو الراجل ماشي بخطه ثابته من يوم ماتش الاهلي وشكرنا بفرقته فاحنا عايزين نشوف بقى الناس دي ولاجل النبي كفايه ما نشوفش بقى الناس اتكلم كفايه بصراحه انا اقسم بالله انه لو هم كده يعني بس ده لمجلس الادارات بقى انتوا شايفين اهو الشباب بيعمل ايه ده يمكن تصريحات رضا عبد العال وابراهيم سعيد معانا في الحلقه اللي فاتت. ندخل بقى على ايه اللي حصل بالنسبه لكارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك اللي رحل في بطريقه مفاجاه امبارح عن نادي الزمالك وسلم طبعا الشرط الجزائي المقدر ب 250 الف دولار الى نادي الزمالك بعد الاجتماع مع مرتضى منصور رئيس النادي ومجلس الاداره لمده 5 ساعات واللي حاول فيها مرتضى منصور رئيس النادي انه يقنع المدير الفني باي طريقه انه يستمر مع نادي الزمالك لمده شهر علشان طبعا ما يتاثرش الفريق ب او قبل مشاركته في بطوله افريقيا. في نفس الوقت دلوقتي حاليا يتواجد كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك في مطار بيروت علشان ياخد الطيارة إلى الدوحة ويبدأ مهمته أو يتفرج على فريقه الجديد التعاون السعودي
اللي أعلن رسميا عن التعاقد مع كارتيرون لمدة موسمين. ده طبعا الجلسة اللي أذيعت أو اللي كانت منتشرة من امبارح ما بين مرتضى منصور وكارتيرون، واللي حاول فيها مرتضى منصور أكتر من مرة أنه يقنع المدير الفني، وأنه قال له هندي لك نفس الفلوس اللي هتاخدها في التعاون السعودي، وهو قال له اديني ساعة وفكر. دي لقطات حصرية للبريمو. زمايلنا عبد الرحمن محمد ومصطفى نوير توجهوا إلى الفندق اللي كان بيقيم فيه كارتيرون في وسط البلد، تحديدا جنب مبنى الإذاعة والتلفزيون في ماسبيرو. ده كارتيرون أثناء توجهه إلى مطار القاهرة ليستقل الطيارة إلى بيروت ثم إلى الدوحة، لأن طبعا ما فيش طيران مباشر إلى الدوحة، علشان يبدأ مهمته مع التعاون السعودي لمدة موسمين. خليني أخد الأول الأستاذ عاطف الأحمدي الصحفي السعودي، أتكلم معاه على الخبر وانتقال كارتيرون لتدريب نادي التعاون السعودي. أستاذ عاطف برحب بيك. حياك الله أخويا سلام، تحية طيبة لك ولجميع مشاهدين هذا البرنامج المميز. أستاذ عاطف، يعني أولا برحب بيك، ثانيا يعني بتكلم على خلاص كارتيرون متجه دلوقتي إلى الدوحة علشان يتابع فريق التعاون السعودي اللي متواجد هناك أعتقد بعد الإعلان رسميا عن توليه المهمة لمدة سنتين. صحيح أخي سلام، كان التعاون أعلن الآن رسميا التعاقد مع المدرب الفرنسي كارتيرون. ممكن من أمس كانت في الأخبار متداولة وبشكل كبير إنه التعاون غير الوجهة. أنا أكد لك إنه غير الوجهة. التعاون كان يمكن قريب من التعاقد مع مدرب برتقالي، ممكن له أسبوعين من بعد ما قال المدرب السابق في تفاوضات مع كثير من المدربين البرتقاليين، منهم إيفو فييرا كان من المدربين اللي أنظار نادي التعاون عليه، بس ممكن نادي الوحدة أنهى التعاقد معه مبكرا. كان في مدرب برتقالي فعليا ممكن كان قريب من يتولى مهمة تدريب التعاون، لكن بعد خبر فك الارتباط اللي صار ما بين كارتيرون ونادي الزمالك تدخل نادي التعاون من اجل كسب خدمات هذا المدرب. يعني بعد فسخ التعاقد حضرتك بتقول؟ يعني هذه المعلومه اللي عندي متاكد منها، انه كان يعني ممكن بدات الانظار توجه لكارتيرون بعد خبر اللي انتشر انه كارتيرون غير راغب في الاستمرار في نادي الزمالك. اما ما يقال انا سمعت انه كان في مفاوضات من قبل، لكن لا، حسب المعلومات اللي عندي واللي متاكد منها انه كان فريق التعاون قريب من التوقيع مع مدرب برتغالي، خصوصا انه نادي التعاون نجح نجاحات كبيره مع المدربين البرتغاليين مع المدرسه البرتغاليه في المواسم السابقه. طب يعني انت بتقول ان المفاوضات كانت اول امبارح بس من امبارح، يمكن من امبارح. يعني انا ممكن استاذ عاطف انا ممكن مختلف معاك في الجزئيه ديت، لان يعني المفاوضات بدأ من فتره كده شويه، ويمكن كان عندنا معلومات بدوت وتداول بدوت من فتره، يعني يمكن هقولها كمان للساده المشاهدين بعد ما انتهي مع حضرتك. كارتيرون هياخد كام يا استاذ عاطف من التعاون السعودي؟ شوف، ما في معلومات مؤكده، بس انا اتكلم انه اسلام متفق انا وانت انه المفاوضات ما فيها ثوابت، المفاوضات تتغير بين ثانيه واخرى. اكيد طبعا صحيح. اكيد طبعا. طيب انا بديك معلومات، بعطيك انت ممكن عندك معلومات، بس انا بعطيك معلومات عن نادي التعاون. بالزبط. نادي التعاون من الانديه اللي عندها نظام مالي معين، عندها تارجت معين في عمليه التعاقدات، يعني ما عندها المبالغه، ما من الانديه اصحاب الماليه الكبيره اللي اقول لك ممكن تخسر اي اموال، لا، عندهم نظام وعندهم سيستم معين، وممكن رئيس النادي طلع في الفترات السابقه وتكلم على هذا النظام، عندهم تارجت معين في عمليه التعاقدات. ولو لاحظنا يعني اللي تابع الدوري السعودي، تابع نادي التعاون تحديدا، يمكن هذا الموسم خرج اكثر من لاعب من التعاون بسبب العروض الماليه، يعني نتكلم على افضل مهاجم كان موجود في التعاون اللي هو الكاميروني توامبا،
رفض التجديد مع التعاون. نتكلم على افضل مدافع موجود في التعاون طلال العبسي الان موجود مع الاهلي السعودي ومشارك مع الاهلي في الدوحه. تتكلم على افضل لاعب وسط عبد المجيد الصوار الان مع نادي الاتحاد. فاذا الامور الماليه في نادي التعاون تسير حسب ضوابط معينه. يعني نادي التعاون ما عنده الهدر المالي الكبير اللي مثلا اقول لك انا ممكن ادفع لكاردرون انه 250 الف دولار عشان يفض التعاقد معه ويدفع له مبالغ كبيره عشان يتم التعاقد. وخصوصا مع احترامي الشديد للمدرب اللي مو مدرب ذو الكفاءه العاليه اللي ممكن يدخل نادي التعاون. طب لما هو مش بالكفاءه العاليه يعني نادي التعاون تعاقد مع ليه؟ ممكن يكون متاح ممكن اقول لك بعد خبر الاستقاله شاف تفاعله مع نادي الزمالك انه وصل نادي الزمالك لبطولتين مع واصل لدوري الاربعه في دوري ابطال افريقيا. وخصوصا ان كاردرون تكلم معك بصراحه يا اسلام كان له تجربه في السعوديه قبل كده مع نادي النصر ما كانت ناجحه. طيب يعني هل معلن هل معلن عندكم الراتب الشهري اللي هيتقاضاه كارتيرون؟ من الصعب انه اي نادي يعلن هذه الامور. كثير من التعاقدات تمت مع كثير من اللاعبين مع المدربين، الانديه تتحفظ عن 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 الاعلان عن هذا. طيب هذه الامور لكن انا اعطيتك نبذه عن النظام المالي في التعاون. طيب ده بالنسبه لكارتيرون والتعاون السعودي وخلاص، يعني رسميا كارتيرون مديرا فنيا للتعاون السعودي لمده موسمين. خلينا اكلمك على يوسف البليلي واقترابه من الانضمام للنادي الاهلي، هل الكلام ده هو صح ولا لا؟ والله شوف حسب المعلومات، انا عندي معلومات هنا من السعوديه وعندي معلومات من الجزائر نفسها. تفضل. المعلومات اللي من الجزائر، خلينا نبدا من الجزائر، انه من الجزائر انه في مفاوضات كبيره ما بين النادي الاهلي يوسف البلايلي، وممكن وصلوا لاتفاقات معينه حسب المعلومه اللي عندي انه 2 مليون ونص يورو ياخذ في اول موسم مليون يورو، وفي مليون ونص حتقسم على الثلاث المواسم كرواتب شهريه، هذه المعلومه اللي عندي واخذتها من مصدر في الجزائر. بدي مسألة التفاوض مع النادي الأهلي. حفيظي بلايلي مدير أعمال يوسف اللي هو أبوه رفض إنه يدخل في عملية الأهلي لما طلب مني إنه هو يتفاوض مع الأهلي السعودي على أساس إنه ينهي موضوع الانتقال. حفيظي رفض، قال أنا ما أتفاوض. طبعا إذا كانت عندك المعلومة واضحة إنه في مشاكل ما بين الأهلي السعودي ويوسف البلايلي بسبب عدم حضوره للسعودية، أرسلت طيارة خاصة النادي الاهلي بالتعاون مع نادي الشباب، ارسل طياره خاصه للجزائر لجلب اللاعب، واللاعب تخلف عن الحضور خلاف اموره اللي كانت موجوده اثناء تواجده في النادي الاهلي ومشاكله مع الاجهزه الفنيه الاجهزه الاداريه بحكم عدم تواجده كلاعب اساسي او ضمن القائمه او حتى عند يتم عمليه خروجه من الملعب كبديل. كان بيزعل بيتاثر، وهذا امر يعني سوى نوع من عدم التوافق ما بين الاداره الاهلاويه وما بين اللاعب. هذا ما يخص الجزائر. ما يخص السعوديه انا عندي معلومات مؤكده ان الاهلي لا يمانع الاهلي السعودي لا يمانع ساعد. طبعا حتى اللاعب ثلاث سنوات مع الاهلي، مر عليه سنه، هو الاهلي دفع 3.5 مليون دولار للترجي عشان ياخذ بلايلي، مضى منها سنه، اعتقد ان الاهلي قدم له عرض مناسب ما يمانع في ترك اللاعب. استاذ عرف الاحمدي الصحفي السعودي بشكرك طبعا في المعلومات الخاصه بكارتيرون والتعاقد مع التعاون السعودي، ثم طبعا فكره اقتراب او المفاوضات اللي بتتم بين النادي الاهلي المصري والنجم يوسف البليلي، واحد من اللاعبين طبعا المميزين جدا، ولو تمت الصفقه وانضم للنادي الاهلي هتكون صفقة طبعا مميزة جدا. خليني اكلمك على الاسرار الخاصة برحيل كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك. امير مرتضى منصور كان قاعد مع يحيى علي في التجمع الخامس اول امبارح بالليل، فوجئ امير مرتضى بخطاب على تليفونه من كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك. بكلمك بتسلسل الاحداث، الخطاب دوت فيه طلب من كارتيرون
بفسخ التعاقد واستعداده لسداد الشرط الجزائي اللي حوالي او مش حوالي هو 250,000 دولار. أمير مرتضى وهو قاعد مع يحيى علي وكيل كارتيرون ووكيل اللاعبين قال ليحيى علي كلمه، يحيى علي كلم كارتيرون يعني لمدة 4 أو 5 مرات ما ردش عليه. ثم بعد كده أمير مرتضى منصور كلم كارتيرون ورد عليه وقال له الخطاب اللي انت بعته لي دوت فعلا ده حقيقة ولا مش حقيقة؟ كارتيرون قال له انا عايز امشي وعايز اقعد معاك عشان عاوز امشي. الكلام بقى اللي قاله طبعا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اللي هو قعد مع امير مرتضى منصور وقال انا مش مستريح، انا عايز امشي، عندي مشاكل مع اسرتي، مش حابب ان انا اكون موجود. قال له انا هخسر الفرقه لو قعدت هخسرهم في بطوله افريقيا. امير مرتضى كان بيرد عليه بيقول له طبعا احنا مش عايزين، مش فارقه معانا، انت كده كده موجود، لو انت عايز يعني خايف من انت تمشي بعد بطوله افريقيا انت كده كده هتكون موجود حتى لو خسرت بطوله افريقيا. قال له كمان ان بعض الامور مش انا مضغوط، انا يعني مش حاسس ان انا هقدر ان انا ادي للفريق خلال الفتره اللي جايه. عرض عليه امير مرتضى منصور ان ياخد اجازه لمده 2 أسبوع وان الجهاز المعاون هو اللي يقود الزمالك في مباريات الدوري. كارتيرون رفض وتمسك بفسخ التعاقد. امير مرتضى خرج من الاجتماع، بلغ مرتضى منصور رئيس النادي. مرتضى منصور قال له هاتهولي تاني يوم وقعد معاه في القعده اللي انتوا شفتوها ديت. عرض عليه بقى اكتر من عرض، فكره ان هو يقعد، ان هو يبقى يديله نفس المبلغ اللي هيحصل عليه من التعاون السعودي او من النادي اللي تلقاه، لكن كارتيرون رفض وتمسك بالرحيل عن نادي الزمالك. قد يكون الأمر مفاجئ وصادم بالنسبة للناس، لكن في 9 سبتمبر احنا قلنا ان كارتيرون عنده عروض خارجية وأبرزها عرض مغري من السعودية. تعالوا نشوف احنا قلنا ايه ونرجع نكمل مع بعض. يمكن كنت قلت لكم يعني في الانترو ان في خبر خاص بكارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك. كارتيرون قبل التمديد او تجديد تعاقده مع نادي الزمالك كان تلقى عرض مغري من احد الانديه الكبرى السعوديه، كان جاي له اكثر من عرض، كمان الى جانب العرض السعودي كان جاي له اكثر من عرض عربي. ده الكلام اللي احنا قلناه في 9 سبتمبر واحنا النهارده 15 سبتمبر والناس اتفاجئت ان امبارح ان طبعا رحيل مفاجئ ورحيل صادم. قلنا ان في عرض مغري جدا من نادي سعودي. النهارده نادي التعاون السعودي بيعلن عن تولي كارتيرون تدريب الفريق لمده 2 موسم. وبالتالي لما بنطلع بنقول برضو بعض الأخبار زي كده ما بفكركم بخبر رمضان صبحي وانتقاله البيراميدز، كنا برضو قلناه سواء أنا أو الكابتن محمد فاروق كنا قلناه. وبالتالي لما بنقول خبر البعض كان يقول لك لا أنتوا بتقولوا أخبار عن النادي الأهلي بس، لا أنتوا ما بتجيبوش أخبار عن نادي الزمالك، أنتوا ما بتقدروش تتكلموا عن نادي الزمالك. الأسبوع اللي فات ولا كان رئيس النادي يعرف اللي عرف امبارح او اول امبارح ان الراجل عايز يفسخ التعاقد مع نادي الزمالك، ولا كان اي مسؤول يعرف ان في مفاوضات ما بين كارتيرون والمسؤولين في نادي التعاون السعودي. بعد الفاصل هقول لكم ايه اللي حصل
والمفاوضات دي بدأت امتى وبدأت فين، وفي حاجات تانية كتيرة هنقولها بعد الفاصل. يمكن ده الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان الناس اتفاجئت وان كارتيرون مرة واحدة فسخ التعاقد مع الزمالك. عرضت لكم ما يثبت ان احنا كنا قلنا ان كارتيرون عنده عرض مغري من نادي سعودي. الكلام ده تاني بقوله لكم قلناه يوم 9 سبتمبر، واحنا النهاردة 15 او 16 سبتمبر، وفوجئ المسؤولين في نادي الزمالك بفسخ التعاقد ورحيل كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك. لكن المفاوضات بدأت امتى ما بين كارتيرون وما بين المسؤولين في نادي السعودي؟ المفاوضات ديت بدأت من يمكن من مباراة الأهلي والزمالك اللي كانت في الإمارات، واللي فاز فيها نادي الزمالك. خرج كارتيرون من الفندق والتقى بمسؤولين او بالوسطاء اللي كانوا بيعرضوا فكره او عرض العرض السعودي اللي تلقاه المدير الفني. والكلام ده كان قبل انتشار جائحه كورونا في مصر بشكل كبير. في التوقيت دوت كارتيرون كان يعني خلاص عقده بيخلص مع نادي الزمالك. كارتيرون رجع وكان عايز يمشي، العرض كان بالنسبة له مغري، كان متبقي بعض يعني الأشهر في عقده مع نادي الزمالك قبل ما يمدده. بدأ في الأول إن هو يطلب بعض الطلبات المالية علشان كان في مفاوضات على تمديد تعاقده. بدأ يطلب هو من أمير مرتضى منصور إنه هل هيجدد أو ولا لأ، لأنه كان عنده العرض. لكن في نفس الوقت بسبب كورونا توقفت المفاوضات بين المدير الفني والنادي السعودي أو الوسطاء الخاصين بإتمام صفقته وانتقاله إلى النادي السعودي. بعد كده اضطر كارتيرون لما توقفت المفاوضات لتمديد عقده مع نادي الزمالك، اللي زاد من 86 ألف دولار من غير الضرائب إلى 110 ألف دولار من غير الضرائب. أنا بقول لحضرتك بالأرقام. بعد ما مدد عقده وبعد الشرط الجزائي اللي حطه نادي الزمالك اللي بيقدر ب 250 ألف دولار، وبعد استئناف النشاط في العالم بصفة عامة، النشاط الكروي، بدأت تتجدد المفاوضات مرة أخرى مع كارتيرون من خلال الوسطاء الخاصين بالنادي السعودي. والعرض وصل إلى 4 أضعاف ما تقاضاه المدرب الفرنسي داخل نادي الزمالك. ومن الآخر بس عشان الناس تقول لك ان هو اللي دفع الشرط الجزائي، لا، الشرط الجزائي بعته النهارده. كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك الساعه 8:30 الصبح خرج من الفندق وراح حد يجيب لنا مصطفى نوير لانه كان متواجد هناك. خرج الساعه 8:30 الصبح وراح احد البنوك، احنا كنا بيتين له في الفندق على فكره بالمناسبه، قعد نص ساعه اتاكد من ان المبلغ تقريبا المنتظر اتحول له. وبالتالي بعد كده الساعه 11 جالوا اجرى المسحه الخاصه بالكورونا قبل ما يتوجه ويخرج من الفندق الخاص بيه في وسط البلد. الساعة ستة أو 7 بالليل، وتوجه إلى مطار زي ما قلت لكم القاهرة، ثم إلى مطار بيروت، ثم سيتوجه بعد كده إلى مطار الدوحة. ده كده القصة الكاملة والتفاصيل الكاملة.
من أول ما تفاوض كارتيرون مع الوسطاء الخاصين بالنادي السعودي، عشان محدش يقول لك إن المفاوضات كانت امبارح، لا أول امبارح، لا ده بعد ما فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، الكلام ده غير صحيح بالمرة. الحقيقة إن هو تلقى العرض من عدة أشهر ودون أن يعلم أحد، وخرج من الفندق وقعد مع الوسطاء في الإمارات من غير ما يعرف حد، ثم توقفت المفاوضات بسبب جائحة كورونا، وتجددت المفاوضات مرة تانية بعد طبعا العودة أو عودة النشاط الكروي. ده كده بالتفصيل. حد بقى يجي يقول لي إن حصلت المفاوضات بعد فسخ التعاقد، ده باعتبار مثلا إن كارتيرون مش هيكون مأمن نفسه قبل ما يمشي من نادي الزمالك ويروح إلى نادي تاني، يعني هيسيب نادي الزمالك بالفلوس اللي بياخدها. سيبك بقى إن هو هياخد بطولة أفريقيا ولا مش هياخدها، دي الموضوع يعني ما بنتكلمش فيه. لكن إن هو النهاردة هيسيب نادي الزمالك ويحصل بعد كده التفاوض مع أيا كان النادي، هذا الأمر لم يحدث. المفاوضات حصلت زي ما قلت لحضرتك كده نصا، والخلاف حصل زي ما قلت لحضرتك نصا. طيب نادي الزمالك يعني ايه اللي هيعمله، ايه الفترة اللي جاية؟ نادي الزمالك بيتفاوض حاليا مع المدرب البرتغالي باتشيكو اللي كان ضرب الزمالك قبل كده وهرب او مشي في ظروف غريبة، محدش كان عارف ايه السبب، خد وقتها علبة حلاوة وخلع. لكن مرة تانية حسب برضو دلوقتي في قعدة ما بين بعض المسؤولين في نادي الزمالك ووكيل باتشيكو، هتتم المفاوضات مش هتتم المفاوضات، ده اللي احنا بنتابعه خلال الفترة اللي جاية. طب خلينا ناخد مصطفى نوير طبعا زميلنا في الاعداد واللي كان متواجد في الاوتيل مع كارتيرون. مصطفى ازيك؟ برحب بيك يا استاذ اسلام وبكل مشاهدي قناه تن وبرنامج البريمو. مصطفى بالظبط ايه اللي حصل بقى وانت هناك، يعني من الصبح كده، من ساعه ما انت كنت موجود ومن ساعه ما راح كارتيرون البنك الساعة 8:30 الصبح، زي ما حكيت لي كده، تحكي للسادة المشاهدين. احنا كنا متواجدين هناك يا استاذ اسلام الساعة حوالي 8، قلنا برضو نروح من بدري ما نضمنش الظروف فيها ايه عشان طبعا نتابع الكواليس. بس انت وعبد الرحمن يعني مش انت لوحدك، بلاش الشغل ده يا مصطفى. ماشي يلا. طبعا كلنا فريق عمل واحد يا استاذ اسلام طبعا، وبرنامج البريمو طبعا. قول لي بس المدرب الفرنسي نزل حوالي الساعه 8:30، يعني السواق جاله قدام الفندق وشكله اتصل بيه يعني، ونزل وراح البنك ما كملش نص ساعه او ساعه الا تلت بالتحديد. كان بيتاكد الفلوس اتحولت له ولا لا اللي بعده؟ كان بيتاكد الفلوس اتحولت له. بعد كده رجع الفندق، بعد كده احنا حاولنا يعني رجع الفندق على الساعة 9:30 مثلا. بعد كده احنا حاولنا طبعا ان احنا نخش الفندق او نطلع لمستر كارتيرو، بس ما عرفناش يعني، حاولنا بشتى الطرق وما عرفناش. هو كان رافض الادلاء باي تصريحات اعلاميه، هو كان رافض طبعا من امبارح، وهو رافض الادلاء باي تصريحات سواء صحفية او اعلامية. بس فضلنا متواجدين طبعا على امل ان مثلا مستر كارتيرون ينزل مثلا، نحاول ان احنا ناخد منه اي حاجه. بعد كده طبعا وقفنا قدام باب الفندق برضو عشان بعد الرفض ده، خرجنا بره من اللوبي وقفنا قدام باب الفندق. بعد كده لقيت استاذ احمد شعبان مترجم الخاص بتاع مستر كارتيرون طلع الفندق، وحاولنا برضو مع الكابتن احمد شعبان ان احنا نحاول معاه برضو ان هو لو امكن برضو ان هو يساعدنا برضو ما في طالع اسلم عليه قبل ما يمشي، قلت له ماشي اتفضل. برضو ما فيش بعديها بساعة، اقل من ساعة كمان،
لقيت الكابتن امير عبد العزيز والكابتن احمد رؤوف في سياره الكابتن احمد عبد الرؤوف اللي كانوا مع مستر كاسترون في الجهاز الفني، برضه حاولنا برضه معاهم بشتى الطرق. لا من قبل ما يطلعوا طبعا كان الرد ان هو مستر كارتيرون قافل الدنيا ومش هيتكلم، برضه حاولنا برضه بشتى الطرق برضه ما عرفناش. فين بعديها مثلا بساعه ونص كده نزلوا الثلاثه مع بعض، مشوا مع بعض، وبعد كده مستر كارتيرون طبعا نزل على الساعه 6 و10 بالظبط تحديدا من الفندق. كانت العربية بتاعته مستنياه تحت الفندق، نزل قدام الفندق، حاولنا برضو ان احنا نصور على قد ما نقدر لان ده طبعا ممنوع. ما كلمتوش بالفرنساوي يا مصطفى؟ انا عارف ان لغتك الفرنساوي عالية. انت عارف يا نجمة انا صعيدي. شكرا مصطفى، انا بشكرك طبعا على الجهد سواء انت او عبد الرحمن والمحاولة مع كارتيرون، واللقطات اللي موجودة ديت هي لقطات حصرية خاصة بالبريمو، والتفاصيل اللي قلناها لحضراتكم كنا متواجدين مع كارتيرون لحظة بلحظة، واللي رفض كمان الإدلاء بأي تصريحات إعلامية. لكن الناحية التانية كمان خبر ده يعني بنواصل كمان اللي بيعمله كارتيرون في التوقيت الحالي. تواصلنا مع كارتيرون حاليا دلوقتي وهو متواجد في مطار بيروت، وطلبنا منه على الواتساب، وطلبنا منه من خلال زمايلنا في الإعداد ان هو يكون متواجد معانا او ان هو يوجه رسالة لجماهير نادي الزمالك، لكنه رفض تماما الإدلاء بأي تصريحات. طيب الخبر بقى الجديد ان كارتيرون طلب من إدارة نادي التعاون السعودي التعاقد مع يوسف أوباما وفرجاني ساسي. تاني الكارتيرون المدير الفني للتعاون السعودي طلب من إدارة التعاون التعاقد مع يوسف أوباما وفرجاني ساسي. فرجاني ساسي اللي لسه لغاية دلوقتي في مفاوضات على تمديد عقده مع نادي الزمالك، ده رقم واحد. وأوباما اللي لسه ما مددش عقده مع نادي الزمالك. هل بقى هيكون في عرض مغري خلال الفترة اللي جاية ممكن يخلي أوباما وساسي ينتقل ويرحل إلى نادي التعاون السعودي؟ هل المفاوضات ديت هيكون ليها تأثير كبير على أداء اللاعبين في بطولة أفريقيا؟ ده اللي خلينا هنشوفه الفترة اللي جاية. اتكلمنا فييرا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك من خلال زميلنا أحمد رضا، قال إن أنا لا يوجد مفاوضات رسمية مع نادي الزمالك. الزمالك حدد $1,000,000 للمدرب الأجنبي. خليني أقول لكم برضو إن الناحية التانية النادي الأهلي، وأنا قلت لكم إن بدأوا يتعلموا أو يعني ياخدوا بالهم من اللي حصل في نادي الزمالك، إن هم هيقعدوا مع فايلر عشان يشوفوا من الآخر هتقعد يبقى هيتحط شرط جزائي كبير، يبقى هيختلف العقد مع فايلر خلال الفترة اللي جاية، علشان برضو ما يحصلش مع النادي الأهلي زي ما حصل مع نادي الزمالك ان هم يصحوا الصبح يلاقوا المدرب مش موجود. فبالتالي الفترة اللي جاية مجلس الإدارة برئاسة طبعا محمود الخطيب هيقعد مع فايلر علشان يناقشوا في بنود التعاقد. آخر حاجة وتفاصيل الأزمة اللي حصلت ما بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي والحكم الدولي إبراهيم نور الدين، طبعا في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الأخيرة اللي انتهت بالتعادل السلبي. بعد ما إبراهيم نور الدين احتسب ركلة الجزاء للاتحاد السكندري وطرد أحمد فتحي، طبعا توجه ابراهيم نور الدين وادى انذار للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي للاعتراض، لكن الناس ما تعرفش سيد عبد الحفيظ قال له ايه.
سيد عبد الحفيظ قال نصا كده لابراهيم نور الدين: انت فاكر نفسك عمر الشريف؟ هو انت كل لما تيجي تعمل او تدير ماتش للاهلي لازم تعمل مشكله علشان تبقى راجل؟ وبالتالي الحكم الرابع سمع الكلام دوت وبلغ ابراهيم نور الدين، واللي ابراهيم نور الدين ادى انذار لسيد عبد الحفيظ. دي يمكن الكواليس اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت. خلينا اطلع فاصل واستقبل الكابتن عفت نصار نجم نادي الزمالك الاسبق. لسه مكملين معاكم وانضمنا طبعا النجم عفت نصار نجم نادي الزمالك الاسبق. كابتن عفت برحب بيك. اهلا بيك يا استاذ اسلام. منور. الله يخليك تسلم. هتكلم معاك كتير طبعا فطبعا فيما يخص كارتيرون ورحيله المفاجئ عن نادي الزمالك ورؤيتك الفنيه الفتره الجايه في بالنسبه لنادي الزمالك، لكن خلينا ناخد استاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. استاذ مرتضى برحب بيك. طيب خلينا نحاول معاه مرة تانية، لسه ما جهزش معانا. كابتن عفت، يعني اتفاجئت زي الزملكاوية كلهم ان الكارتيرون رحل ولا لا؟ اكيد الامور بتختلف لما تبقى في استقرار فني واداري، استقرار في كل الاوضاع. حتى عارف نجمك ماشي، يعني انت بتكسب وبتاخد بطولات رغم ان الحساب كان المفروض يبقى على الدوري كمان يعني. انما كارتيرون الدنيا ماشيه بشكل كويس طبعا لنوعيه اللعيبه وجوده اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك الفتره دي. مع اي مدرب الزمالك ينجح، مع اي مدرب، مش كارتيرون، اي مدرب مع النوعيه دي من اللعيبه لازم ينجح. لما يمشي كارتيرون انا مش شايف في مشكله في ان هو يمشي، اكتر ما في مشكله في حته الوقت بس. يعني الموضوع بالنسبه لي مش فارق ان هو يمشي او يجي غيره او الكلام ده كده، لا انا فارق معايا التوقيت، ان انت عندك مباريات مهمه جدا في وقت قريب قوي. هو مشي بطريقه محترمه، ليه كل الشكر، ومجلس اداره ليه كل الشكر. هو استغل الشرط الجزائي، مشي بطريقه محترمه. محترمه بالنسبه ان الناس دي بتدور على الفلوس، يعني احنا لازم نحسبها كده. يعني الناس دي بيشوف الصالح بالنسبه له، مش الصالح بالنسبه له ان هو يقعد ياخد مبلغ اقل وهو هياخد بره مبلغ اكبر. هو بالنسبه له الدول العربيه مجرد فلوس، لانه مهما عمل النتائج بتاعته في الدول العربيه مش هي اللي بترجحه ان هو يمرن في اوروبا او يمسك نادي كبير. هو مسك مين قبل كده غير مازيمبي بطوله افريقيا، مسك منتخب مالي، يعني كل رصيده الاهلي.
ما عمل ايه مع الاهلي؟ لا وصل نهائي افريقيا. ايوه ما خدش بطوله. ما احنا بنحسب دايما المدربين دولت بالبطولات اللي بياخدوها مش ان انا وصلت او طب ما مؤمن سليمان وصل نهاية افريقيا مع الزمالك وخد كاس مع الزمالك. لا الامور بتختلف، انما يحسب لمجلس الاداره القعده اللي اتعملت اتذاعت بشكل كويس باين قد ايه نادي الزمالك باقي على المصلحه مش على كارتيرون، على المصلحه والتواجد والتجانس اللي موجود في الفريق. كمان انا شايف هل الفيديو اللي بيتذاع قدامنا دوت قفل على الناس ايه اللي حصل في الجلسه، ايه اللي حصل جوه، ده حصل لا خناقه لا ده حصل مشكله؟ فرق بشكل كبير جدا. وانا يعني هكلمك في حاجه قديمه كده، الفترات اللي نادي الزمالك كان بيبقى جامد قوي فيها كنت دايما تلاقي عروض للعيبه، الفترات اللي قبل كده الناس بتتكلم على هياخدوا فلان زي ما بيحصل الفتره دي. يعني في ناس من مصلحتها ما يبقاش في نادي الزمالك في استقرار. نادي الزمالك صدقني بيتعرض لمؤامره الفتره دي، مؤامره ان نادي الزمالك يقع، ان نادي الزمالك ما يستمرش بالشكل الكبير ده. وكان في بعض الفرق اللي مؤامره من مين يا كابتن؟ بص دايما الفرق المنافسه زي ما كان بيحصل زمان كده تفاوض مع اكتر يعني اكتر من لاعب في فرقه نادي الزمالك في فترات معينه، نجوم نادي الزمالك في الفتره دي كلام كتير. يعني بص للمنافسين هتلاقي ان الحته دي كانت موجوده فترات كبيره قوي قبل كده. يعني الواحد طبعا مش عايز يتكلم مش وقتها، انما دايما لما نادي الزمالك بيكون نجمه عالي قوي تحس ان في حاجات بتتكاتف عليه علشان ما يطلعش. انت فاهمني طبعا كويس قوي، وابتسامتك يعني وضحت ان انت فاهمني كويس. فاللي عايز اتكلم عليه ان ايوه بس الناس عايزه تفهم، الناس عايزه تفهم دايما المنافسين بيحاولوا يخترقوا نادي الزمالك. يعني لو بصينا الفتره اللي فاتت نادي الزمالك بياخد بطوله. المنافسين اللي هم مين؟ الاهلي يعني مثلا؟ طبعا. طب ايه علاقه الاهلي برحيل كارتيرون؟ هقول لك على حاجه، ايه علاقة الاهلي او بعض الفرق ان دايما يطلع العقوب بتاعت لعيبة نادي الزمالك ويحصل يعني بعض المشاكل بين بعض اللعيبة جوه النادي؟ ايه مصلحتها؟ بتطلع منين العقود دي؟ ايوه بس الاهلي بسياسته كده. ده بالعكس، سياسة الاهلي طول عمرها كده. يعني الاهلي طول عمر نادي يعني الاهلي كده. انت عايز تفهمني ان الكارتيرون الاهلي ليه دور في رحيله؟ لا بس إيه؟ بس هقول لك على حاجة، الايام بيننا وهتشوف ان تركي آل الشيخ ليه دور ودور لا كبير. هو نفى الكلام دوت. ينفي براحته المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئه العامه للترفيه في المملكه العربيه السعوديه. اسمعني نفى الكلام دوت. ينفي براحته. ونادي التعاون السعودي اصدر بيان رسمي بينفي فيه ما تردد. ايه المشكله؟ انفي ان تركي آل الشيخ ليه دور في رحيل كارتيرون. طيب انا اتحداك في خلال شهر هيحصل مصالحه كبيره جدا بين تركي آل الشيخ والنادي الاهلي وكان شيء لم يكن. هتشوف الفتره اللي جايه. بص انا عمري ما قلت لك على حاجه وما طلعتش مظبوطه، بس انا بقول لك ان الفتره دي بقى في حاجه مش طبيعيه بتحصل في نادي الزمالك، حته تسريب العقود بشكل كبير جدا، حته العقود اللي بتيجي أيوة للعيبه. ثواني بس، هو ايه علاقه برضو النادي الاهلي وايه علاقه المستشار تركي آل الشيخ بتسريب العقود برحيل كارتيرون باي ازمه؟ تسريب العقود دي من داخل مصر، وكان في دايما يعني احنا عارفين ان كان في بعض الصحفيين اللي كانوا شغالين في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت او صحفي بعينه يعني كان مسؤول دايما عن العقود انها بتطلع وكان بيتكلم عليها بصفه كبيره قوي. سيبك من دي، انا بتكلم دلوقتي على حته ان كارتيرون في يوم وليله بيمشي. اجاله عرض بالظبط كده، خلاص انتهى الموضوع. انا مش يعني انا كعفه بس لا الاهلي ليه علاقه ولا تركي آل الشيخ ليه علاقه. الايام هتثبت الكلام دوت. طب ما النادي الاهلي كان بياخد طاهر محمد طاهر بالقسط، دلوقتي بانون 5 مليون وبتتكلم على البلايلي والبلايلي ب 3 مليون. انت منين يعني؟ النادي الاهلي نادي كبير وبيقدر ان هو يجيب استثمارات. يبقى انت صح لي. خلاص يبقى هو جاب استثمارات. لا انا بقول لك ده الطبيعي. انا بكلمك بص، كل حاجه بقت باينه دلوقتي، بقى في دلوقتي
رؤى مختلفة للأندية. يعني نادي الزمالك أقدر أقول لك بيجيب فلوسه منين، واحد اتنين تلاتة أربعة. النادي الأهلي نفس الكلام، أصل هي معروفة دلوقتي عكس الأول. عكس الأول كان في تمويل. هو نظرية المؤامرة مسيطرة على الزملكاوية في تاني نفس، عارف أنت الكلمة دي، قلتها لك قبل كده. بص، من كتر الظلم، من كتر الظلم اللي أنت بتشوفه خلاص، عارف بتطلع اللي جواك. بس الفترة دي الامور مختلفة شوية. يعني ده بالعكس، ده انتوا الفترة ديت الزملكاوية بيقول ان احنا بقى يعني عندنا مجلس ادارة قوي، عندنا استقرار، مرتضى منصور بيقدر ان هو بيخطف لعيبة دلوقتي او بيفاوض لعيبة، بلاش بيخطف، ده بطرق سليمة ولا بطرق ملتوية؟ انا بتكلم بطرق سليمة؟ لا يعني دخل في عبد الله سعيد، دخل في احمد فتحي قبل كده، كانوا جوه النادي الاهلي ولا كانوا خلاص خرجوا؟ دلوقتي بتتكلموا ان نادي الزمالك قوي دلوقتي علشان كارتيرون. ايوه مشي. قوي مش عشان كارتيرون مشي. بص اسمعني، بيتعرض لمؤامرات، في حاجات بتيجي بالعقل يعني. حاجات كده ايه، خلاص لازم تتفهم بالعقل علشان تقدر تتكلم فيها. وفي حاجات لا، يعني ايه مدير فني يجي يتكلم الساعه 2 بالليل انا عايز امشي دلوقتي، انا خلاص الكورونا في مصر كتير قوي وانا خايف. لا في، بص في كلام حصل، بس الايام دايما هي اللي بتجيب الكلام ده، زي ما حصل قبل كده في موضوع اكتر من حد، وانا منهم في التفاوضات، انك يفاوضك مثلا علشان تيجي عنده او عشان يعمل بلبله جوه النادي. يعني انت دلوقتي قلت مثلا ان التعاون هيفاوض ساسي اوباما، اتحداك لو ده حصل، مش هيحصل. انما دايما الاخبار اللي بتسرب بحيث ان يبقى عندك بلبله في الفرقه. انت دلوقتي تحداني ليه؟ هو ثواني بس، يوسف اوباما دلوقتي عادوا يعني طلع قرار من نادي التعاون ان هو عايز يفاوض ساسي وأوباما. لا ما فيش الكلام ده، بس الكلام ده يضرب الاستقرار. اسمع، الكلام ده يضرب الاستقرار في نادي الزمالك. ايوه احنا بنقول خبر ان كارتيرون طلب دوت، هو لسه راح اصلا عشان يكتب الكلام دوت. كابتن عماد اذا كان يتحول له فلوس يبقى مش هيطلب لعيبه. هيطلب لعيبه امتى؟ كابتن عماد فتحي ايه؟ هو احنا في اسمع، هيطلب اي ده؟ هو في قيد دلوقتي لسه مكلمين اذا كان هو رايح على بطوله. هو رايح على بطولة، ماشي على الواتساب، هو رايح على بطولة، يعني ماشي. هو رايح على بطولة لسه ما شافش اصلا الفرقة عنده عاملة ازاي عشان يقدر يحدد احتياجاته. في مدربين بيبقى عندهم قناعات بلاعبين معينين بيطلبوهم. يعني هطلب، انت ما كانش في مدرب بيطلبك مثلا لو راح اي فرقة؟ لا الموضوع مش كده، الموضوع احتياجات المدرب. مثلا من احتياجات المدرب إيهاب جلال موجود بياخده معاه ليه؟ في المصري، في المقصة، في اي حتة، لانه مقتنع بامكانيات. بس بعد ما يشوف الفرقه يعني، بعد ما يشوف الفرقه. المهم اللي انا عايز اقول لك عليه ان طول الفتره اللي فاتت يوسف اوباما راح الاهلي، يوسف اوباما بضى مش عارف فين، يوسف اوباما ساسي جاي له بن شرقي، لغايه ما الناس اصلا، ده الفتره اللي فاتت كان ساسي مشي، لغايه ما طلع وكيله وهو نفسه قال احنا مبسوطين في نادي الزمالك وهنجدد وقاعدين في نادي الزمالك. عشان كده الحمله هديت شويه. فانا بقول لك ان في يعني ترصد بنادي الزمالك الفتره دي برضه. بس في، وكل الاحداث اللي بتحصل دي موجوده. والله والله بص انا بشوفها، يعني لان انا جوه المطبخ ده. نادي الزمالك بقى اكتر استقرار، بقى بياخد بطولات. ما هو عشان كده بيتحارب، عشان كده في الكلام دوت. في منافسه. المنافسه في ايه؟ المنافسه مش بيتحارب. المنافسه اعلاميه، المنافسه اللي بتحصل ضد نادي الزمالك منافسه اعلاميه. بمعنى اجيب لك 10 15 خبر عن نادي الزمالك كل يوم، وخبر او خبرين عن النادي الاهلي. يعني لو امير مرتضى الأحلى. لو امير مرتضى اللي كان شتم ابراهيم نور الدين، تفتكر هو مش هو سيد عبد الحفيظ ما شتمش؟ هو قال له انت زي عمر، فاكر نفسك عمر الشريف. وكل ما بتيجي بيحصل المشاكل هنا، عايز تعمل لنفسك شو فاهمني؟ دي اسمها شتيمه. لا يعني لما قال يعني لي من حد نرفز فبيتكلم. اصل لو شتيمة ابراهيم نور الدين مش هيقبل وهيطردها يا كابتن. اسمعني بس، اسمعني. احنا طبعا كابتن ابراهيم ليه كل التقدير والاحترام، وكابتن سيد، انما انا بكلمك على بعض الاحداث اللي كانت ممكن تحصل لو كان امير اللي حصل منه كده، كانت الامور اختلفت. كان دلوقتي لازم عقوبه ولازم وقف والكلام ده. اتحداك لو في برنامج تاني اتكلم عن الموضوع ده. ده احنا بنتكلم بما يرضي الله على الاهلي وعلى الزمالك. اتحداك لو على قناه الدوله اون يتقال الخبر دوت. ماشي، هم فبقول لك في اعلام موجه. لا هي قناه اون، مش قناه الدوله، يعني هي قناه اون بس. ماشي، قناه اون. اتحداك لو اتقال خبر زي ده، في اعلام موجه بشكل خلاص لجهه معينه
وضد ناس معينه. واعتقد ان ده بقى واضح حتى ان اغلب كل الزملكاوي او 90% من الزملكاوي ما بيتفرجوش على قناتهم. ده انت بقى عندك قناه نادي الزمالك موجوده بتقولوا فيها اللي انتوا عايزينه. بنقول يعني بس لسه قبل كده لسه كان نادي الزمالك كان عنده قناه، لسه القناه ما اخدتش الاحترافيه الكامله علشان تدافع عن نفسها. يعني الناس اللي فيها بتشتغل لسه ما خدتش الاحترافيه الكامله علشان لكن رئيس النادي بيدخل وبيتكلم وبيقول اوكي، بس برضو لسه الاحترافيه ازاي اجيب حق نادي الزمالك وازاي ان انا يعني اكتر من كده. اكتر من كده طبعا، ده اللي بيطلع يعني اللي بيطلع بيقول كلمتين عن نادي الزمالك بيبقى عندكم رئيس نادي بيتكلم بيقول بيطلع بيرد عليه. بتضحك ليه؟ هو ده مش بيحصل يا كابتن عفان. طب ايه رايك نتكلم على فرقه الزمالك؟ لا انا عايزك تتكلم تقول اللي انت عايزه. ماشي، ما انا بقول لك يعني بص انا بقول لك دلوقتي اللي نفسك انا موضوع كارتيرون خلاص انا بالنسبه لي انتهى خلاص. انت شايفه مؤامره؟ لا انا شايف خلاص ان الموضوع انتهى. انا كل اللي انا عايز اقول لجماهير نادي الزمالك عليه اقول لهم ان احنا عندنا فرقه كويسه. ليه بس؟ عشان انت مقتنع بالكلام اللي انا بقوله، بس انت دايما انت محاور جيد. لا والله ولا محاور جيد، حد فاهم كل حاجه بس بتحب دايما الضيف هو اللي يقول خالص. انا بدي لحضرتك الفرصه لان انت نجم كبير. ماشي، كلامك اهم مني بكتير. انا اللي بتكلم عليه بقول ان خلاص دي مرحله وانتهت، بس انا عندي رؤى مختلفه شويه عن اللي موجود دلوقتي في الاعلام كله او حتى موجود داخل نادي الزمالك. انا شايف ان كابتن طارق يحيى والجهاز اللي معاه يكمل الشهر دوت لغايه البطوله، ولو جه مدير فني يجي متابعه للسنه الجايه، يعني يجي يبقى رايه مش اجباري، رايه استشاري مع الكابتن طارق يحيى، لان اي مدرب بيجي بيبقى ليه طريقه، كل شيخ وليه طريقه بيلعب بيها، فما ينفعش دلوقتي نغير في اي حاجه موجوده في الفرقه، لان قوه نادي الزمالك في حاله الانسجام اللي موجوده في الفرقه. حالة الانسجام اللي موجودة ما بين اللعيبة اللي بتلعب مع بعض دي هي دي قوة نادي الزمالك. مش قوته ان نساس لعيب كرة كويس او بنشاري لعيب كرة كويس او ده، لا، قوة نادي الزمالك في حتة التناغم مع بعض بالشكل الكويس، ان الجروب ده مع بعض بيقدر يعمل انتاج كويس، وبخاصة في المباريات الحساسة قوي، يعني بيبقى في تكاتف ما بين اللعيبة، في قوة، في عقل، في تفكير، التناغم المتجانس او اللياقة الذهنية للعيبة دي مع بعض بقت في حتة تانية غير بقية الفرق. يعني نادي الزمالك من الفرق اللي بتوصل لجون كتير جدا، فاهمني؟ يمكن الفترة اللي فاتت دي طبعا اللي هي بعد كورونا ما بتهدفش بشكل كبير. قبل كورونا كنت بتهدف بشكل كبير وكنت بتوصل وعامل بطولات والكلام ده كله. فنادي الزمالك دلوقتي محتاج الاستقرار ده، محتاج دلوقتي ان في لعيبه كبيره في الفرقه، المفروض ان اللعيبه دي تفكر في حاجه واحده قوي، ان بطوله افريقيا اكتر من اي فلوس في الدنيا. انا عايز اقول لهم ما بيحسش بالحاجات دي الا اللعيب لما بيبطل. انت ممكن تكون بتفكر في الفلوس وتامين مستقبلك، انما في ناس دلوقتي نفسها في الشهره ويدفعوا مليارات، وده بيحصل، احنا بنشوفه في 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 حتت كتير قوي. فعلشان كده التاريخ بيكتب بطوله، ما بيكتبش انت عندك كام مليون، ما بيكتبش انت خدت فلوس قد ايه، لا، بيكتب ان انا اخدت بطوله، انا اخدت حاجه خلاص تكتب ليا واعيش معاها، تعيش على ذكراها، كل ما تذكر دي هيذكر اسمك. عشان كده بفكرهم بالجزئيه دي، ان بطوله افريقيا دي نادي الزمالك ان شاء الله ياخدها هتكتب لكم وهتعمل لكم اللي انتم بتفكروا فيه واكتر من كده بشويه. علشان كده عايز مجلس الاداره يحس اللعيبه دي بحجم البطوله، مش بحجم المكافاه اللي انا هاخدها او ان انا لا، بحجم البطوله. البطوله هتفرق كتير جدا معاكم نفسيا، حتى لو اخدت البطوله دي ان شاء الله هتفرق معاك في حاجات كتير جدا، حتى في الدوري السنه الجايه هيبقى عندك استقرار، هتكمل بنفس الاستقرار، هتكمل بنفس فلوس وفلوس اكتر كمان، هيبقى عندك تدعيم اكتر، بدل ما انت بتفكر مثلا ان مصطفى محمد جاي له عقد فيطلع بره، لا، هيستنى طالما في مصلحه الفرقه. الامور هتختلف يعني في بعض الناس. بعد الفاصل هاخد رايك في مفاوضات الزمالك مع باتشيكو، وهل يصلح ان هو يكون موجود في المرحله الحاليه ولا لا. بعد الفاصل نكمل مع الكابتن عفت نصار. لسه مكملين معاك، ويمكن سموح النهارده كسب الجونه 2-1، وبيراميدز كسب
دجله او فاز على دجله 2-0 لسه مكملين مع النجم عفت نصار نجم نادي الزمالك الاصبغ. كابتن عفت، الزمالك يمكن من ضمن المدربين المرشحين باتشيكو اللي كان موجود قبل كده ومشي بطريقه غريبه، او يعني البعض قال ان هو هرب والبعض قال ان هو كان، المهم ان هو مشي برضه بطريقه مفاجاه. انت كل يوم بتاخد خبرات في الحياه، لان احنا دايما احنا من الدول العالم الثالث اللي دايما ما بنفكرش في كل الاحداث مره واحده، دايما بناخد الخبرات من بره او من التجارب. يعني زي ما انا مثلا بنادي بقالي فتره كبيره جدا على موضوع لجنه الحكام، ان يبقى عندنا لجنه حكام مستقله، عندنا لجنه حكام طالما في راعي، طب ما الراعي ده بيرعى اتحاد الكوره، يعني بيرعى لجنه الحكام، فخلاص ليه ما تبقاش لجنه مستقله ونشيل دماغنا من الموضوع ده كله؟ هو اتحاد الكوره في الدنيا كلها كل مهامه ان هو يعد جدول الدوري بشكل كويس، ينظم جدول الدوري، انما ملوش دعوه بلجنه الحكام، واحنا كل سنه بنشتكي من الموضوع، مش عايزين نستعين بخبراء من بره يديروا لنا او يعلموا الناس، ايه المشكله ان احنا نتعلم؟ احنا بنتعلم في كل حاجه، احنا دول عالم ثالث. احنا ما بنخترعش حاجه، احنا دايما احنا بناخد، احنا مستهلك، فلازم خلاص نتعلم. فده الموضوع اللي بقولك عليه، ان انت بعد موضوع كارتيرون امبارح اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي وهيقعد مع فايلر بحيث ان هو يتدارك الخطا اللي وقع فيه نادي الزمالك، حته شرط جزائي قليل جدا ففي اي وقت يسيبك. فهو ده اللي انا بتكلم عليه، ان انت دلوقتي انت في نادي الزمالك خدت خبره في الموضوع ده، زي قبل كده كان نادي الزمالك بيخسر كل القضايا اللي موجوده بالفيفا مع انه كان من حقه انه يكسبها، انما ما كانش عندنا الوعي انك بتتعامل مع مين او مين اللي يقدر يوصلك للحته اللي بتكسب بيها. فللاسف كنا بنخسر، لما لغايه ما بقى في محامين بره النادي بيوكلهم بشكل كويس، هم مختصين، فابتدت الامور، نادي الزمالك ابتدى ياخد حقه في بعض الحاجات دي. علشان كده بقول اي مدرب يجي بس لازم يتناسب مع التيم اللي موجود. انت تيم كبير قوي دلوقتي، انت احسن تيم في افريقيا دلوقتي، احسن تيم يلعب كوره، انت المرشح رقم واحد لبطوله افريقيا، انت عندك افضل اللعيبه اللي موجوده في كل المراكز في كل الفرق اللي موجوده في الاربعه اللي وصلوا افريقيا. عشان كده لازم زيك لما يجيب بقى مدرب يبتدي يعمل عقده بالظبط، شرط جزائي 2 3 4 مليون مفيش مشاكل، هيمضي عادي طالما هو عايز يجي نادي الزمالك. انما الامور ان انا احط شرط جزائي شهرين ولا ثلاث شهور ولا الكلام ده، ما ينفعش الكلام دوت، لان المواضيع دي ما تحسبش كده. وبعد كده في حاجات احنا ما اتكلمناش عليها اللي هي حاجات ميثاق شرف. يعني ايه ميثاق شرف؟ يعني واحد زي كارتيرون ده المفروض ان انا يعني اتناسى ان هو بني ادم، مش المفروض اتعامل معاه ان هو بني ادم ابدا، لان المفروض ان انا ارتبطت اتعامل معاه على انه ياك اتعامل معاه ان هو ده عبد للفلوس. يعني المفروض لا مش اسمعني كده. اسمعني، المفروض ان في يعني انا ارتبطت، انا معترض على التوصيف، انا ارتبطت بميثاق شرف مع اللعيبه وداخل على بطوله كبيره قوي، مهما كان المغريات بالنسبه لي مهما كان المغريات بالنسبه هو ما عندوش عاطفه، ما عندوش خلاص. يبقى انا كنادي لازم انا كمان اتعامل بدون العاطفه دي. يعني لازم لما يجي مدرب اجنبي من بره ما اقولش ان هو ده اجنبي وده اميز مننا، لا ده انا اتعامل معاه اكتر وبصرامه اكتر ما بتعامل مع المدرب المصري، لان المدرب المصري مش ممكن يعملها، يستحيل يعملها، لان خلاص هتحسب عليه. ليه ما المدرب المصري في بعض المدربين بيتنقلوا من نادي للتاني لما بيمشي عشان مبالغ ماليه كتير، لما بيمشي او الكلام ده، انما انا بكلمك على بطوله وانت نادي كبير مش نادي صغير، الانديه الصغيره انت بتنقل منها عادي وتطلع من هنا لهنا ومفيش مشاكل، انما النادي الكبير الامور المفروض ان هو زي ما هو كان بيقول ان نادي الزمالك كله استقرار وعندي افضل لعيبه وعندي 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 وعندي، باع كل ده لمجرد فلوس. فده لازم تتكتب في السي في بتاعه، لازم نادي الزمالك يعمل شكوى، مجرد شكوى بس، حتى انا مش هاخد من وراها حاجه، بس شكوى ان احنا نعرف الناس مين ده. وبعدين هقول لك على حاجه، هو يعني هو رايح التعاون، صدقني التعاون هيخرج من بطوله كاس الخليج، هيخرج منها ومش هيكمل اصلا عقده في السعوديه. مين ده اللي مش هيكمل؟ كارتيرون. ليه؟ لان قلت لك اللي عمل كارتيرون اللعيبه اللي موجوده، اللعيبه بتاعت نادي الزمالك. بس هو مدرب كويس كده. والله بص انا اتكلمت قبل كده كتير جدا. معلش كابتن رضا عبد العال مش مقتنع بيه. بس. ولا انا. ولا انت. ولا انا. والله. والله. ليه بقى كده؟ ليه؟ انت عندك نوعيات لعيبه كتيره جدا كنت تقدر تستفيد منها بشكل كويس، انما دايما لما بيقع لعيب بيحصل خلل في الفرقه،
يبقى المدرب عليه عيب كبير قوي. نادي الزمالك فين في بطولة الدوري؟ وايه الفرق ده كله؟ جيش ده ماسك قبل الموسم ما يبدا؟ لا ما مسكش قبل الموسم ما يبدا. مسك امتى؟ يعني هخلي بس الاعداد يجيبوا لي بالظبط. ماشي اوكي اوكي. مسك امتى؟ ايه المباريات اللي قدمها القويه قوي كتكتيك؟ كسب الاهلي 3، عايز اكتر من كده؟ بص كسب بيراميدز، بص ال كسب الاهلي، كسب الترجي رايح جاي، كسب الترجي رايح جاي باللعيبه، بتناغم اللعيبه. انا بقول لك تناغم اللعيبه يعني مع بعض. انا ضد ان عشان إنما مشي إنما لا 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 والله طلع لا والله يا اسلام اسمعني يا اسلام لا 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 والله انا بتكلم على حته. انا بحب المدرب اللي بيعمل تكتيك، في تكتيك معين بيحصل. يعني فايلر زمالك فايلر احسن من كارتينو؟ ولا فايلر مقتنع بيه، ولا فايلر، ولا فايلر مقتنع بيه. مقتنع بمين يا حبيبي؟ انا مقتنع انا كلاعب كوره بتفرج على تكتيك، بتفرج على ثوابت بتحصل. ايه الثوابت اللي بتحصل في الزمالك والاهلي؟ يعني الثوابت لما بتيجي في المباريات بيستفيدوا منها ازاي؟ او متوقف على نوعيه اللعيبه. طيب ما هو انا كمدير فني لازم يبقى لي البصمه دي. يعني هقول لك على حاجه، يحسب لحسام حسن خلاص ان مثلا ان 40 او 50% من الاهداف اللي بيجيبها مع الفرق اللي ماسكها من الثوابت بيكسب بيها، فاهمني؟ ففي تكتيك معين، في حاجه معينه بتتقال. هو ده اللي انا بتكلم عليه، ان المدربين الاجانب اللي بيجوا بيلعبوا بطريقتهم الخاصه. نوعيه اللعيبه هي اللي بتفصل بقى، نوعيه اللعيبه هي اللي بتفصل تنجح المدرب ده او ما تنجحش المدرب ده. انما في بعض المدربين مثلا ممكن تبهرك زي جونياس كده. ممكن جونياس ممكن يبهرك، يبهرك في حته عمل لك حاجه جديده، حاجه كويسه. ممكن مع الوقت ينفع نادي الزمالك ولا لا؟ لا ما ينفعش. لا ليه؟ عشان مش مدرب انديه كبيره؟ لا مش موضوع كده، هو بيلعب بطريقه معينه لا تتناسب مع نادي الزمالك في الوقت الحالي. ممكن بدايه الموسم، يعني ممكن بدايه موسم ويبتدي يشتغل على التكتيك بتاعه. اصل انت عشان تعمل التكتيك بتاعه ده محتاج 3 4 5 شهور اللعيبه يبتدوا يشتغلوا معاه، لان هو عباره عن اله بتتحرك كلها مع بعض، عكس اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك دلوقتي. النوعيه ما تنفعش للطريقه بتاعته، لانها بتحتاج جهد كبير قوي. خلاص انت عندك بعض يعني بعض اللاعبين اللي بيهاجموا بس، يعني يوسف اوباما بيهاجم بس ما بيدافعش بشكل كويس، بن شرقي نفس الكلام، زيزو بيدافع بشكل كويس يعني بنسبه 70-80%، ونجم ما بيعرفش يدافع، مصطفى محمد. فانت فاقد 4 قدام، علشان كده اي فرقه بتعمل ضغط عليك ماشي، لولا ان انت عندك مدافعين واقفين على رجلهم وعندك طارق حامد وساسي بيفكر بدماغه في التحرك، انت بتعرف تعمل التوازن ده بشكل كويس. انما انا بتكلم على حته النواحي الهجوميه، لا في الزمالك عاليه قوي، عاليه لانك عندك سرعات، عندك سرعه يمين شمال، عندك واحد بيقف على الكوره. مصطفى محمد عمل طفره للهجوم الزمالكاوي في حته انه بيعرف يقف على الكوره بشكل كويس، يعني بيعرف يسند ويحط، او الكوره جايه عاليه بيعرف يوجهها بشكل كويس، فعمل تمركز لنادي الزمالك في الحته اللي قدام، فرقت مع نادي الزمالك كتير. طيب كابتن عفت، يعني هل انت شايف ان الاهلي بالاستقرار الفني بقى اللي موجود، المدرب بتاعه ما مشيش، يعني الدفه بقت عنده ارجح في ان هو ممكن ينافس يعني بقوه على بطوله افريقيا، ولا المساله ما تقدرش تحسمها؟ بص الزمالك والاهلي فريقين كبار، كده كده هينافسوا على بطوله افريقيا، يعني كده كده ليهم المنافسه، لان احنا كفرق افضل من فرق المغرب، كفرق موجوده الزمالك والاهلي افضل. وانا واحد من الناس بتمنى ان يبقى عندنا نهائي بطوله افريقيا على استاد القاهره، نتفرج على الزمالك والاهلي مع بعض. انما حته الزمالك دي ممكن تبقى دافع بشكل كويس ان كارتونه مشي، وتبقى ممكن تبقى بشكل سيء على الفرقه، لان في بعض اللاعبين في الفرقه اللي هم مثلا ما كانش بيلعبوا وما كانش مش عارف، هتلاقي في طفرات. اللعيبه اللي كانت بتلعب او كان شايفه ان في استقرار فني ممكن تهبط شويه. عشان كده الموضوع ما بقاش موضوع مدير فني دلوقتي كابتن طريحه بس، لا بقى موضوع مجلس اداره، موضوع جماهير، موضوع مطلب ان لازم نفكر اللعيبه دي ان في بطوله افريقيا وان احنا محتاجينها، ولازم مجلس اداره يوجه اللعيبه بشكل مختلف بعيد عن الماديات، بشكل ان انا بديك بطولة اسمك يخلد ويذكر. يعني أنا لغاية النهاردة
ما فيش مره بروح بورسعيد الا لما بيقعدوا يتكلموا على الكاس اللي احنا خدناه في 97 والكلام ده يعني لغايه النهارده. يعني كل ما اروح تلاقي كل الناس بتقابلني. كان وقتها رئيس النادي عبد الوهاب قوت الله يرحمه. فكل ما اروح ما فيش حته بمشي فيها الا لما بيقول لك الكاس وكابتن والكلام ده. فالبطوله هي تاريخك. هي صورتك تاريخ. هي صورتك بعدين. ما مش هيفرق معاك الماده قد ما هتفرق معاك ان الذكرى كويسه. هو عفت نصار اللي خد بطولات مع نادي الزمالك مش موجود جوه نادي الزمالك ليه؟ مش موجود جوه نادي الزمالك ليه؟ السياسه اللي موجوده حاسس ان انا مش بتناسب معاها. يعني الـ 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 او اللي موجودين ما مش عاملين لي قدر، شايفين قدري ما يتمشاش مع الناس اللي موجوده. يعني الناس اللي موجوده ليها قدر مختلف عني، فخلاص ما فيش مشاكل. انا زملكاوي بحب نادي الزمالك. والله السياسه اللي موجوده اللي هي مجلس الاداره يعني؟ مجلس اداره طبعا. طبعا مجلس الاداره. خلينا نتكلم بشكل واضح. مرتضى منصور، طبعا مرتضى منصور عامل مثلا بيكرم نجوم نادي الزمالك كتير. يمكن انا مش محسوب من النجوم. جايز انت جايز انت مش يعني ما بتتواصلش معاه، ما بتتكلمش معاه، الماء بعيد انت شويه، منطوي الكلام ده كله. يمكن الله اعلم. لا قول. انا اقول ايه؟ يمكن هم الناس مش شايفيني. انا شفتك باين في قناه الزمالك قبل كده. طلعت مرتين. طب ما عايز ايه يمكن اكتر من كده؟ يمكن. لا مش موضوع كده. موضوع واخد ايه بطولتين واديك طلعت مرتين. واخد بطولتين فاديك طلعت مرتين. انا واخد 14 بطوله. انا عارف والله. طبعا يا كابتن. بس يعني. الموضوع ان ايه؟ ان يعني ان الرؤيه بالنسبه لل انا مش بخاف. انت عارف انت عارف انت عارف ان انا ما بخافش من حاجه. انما انا مش واخد حقي. على ربنا مش واخد حقي. لان في او ممكن بعض الناس اللي موجوده مش شايفاني نجم، شايفين ناس تانية نجوم ومش شايفاني انا لا انت كنت واحد من النجوم. مش شايفني مثلا ان انا في جيل مهم جدا يعني من تاريخ نادي الزمالك. وبعدين الحمد لله انا من اكتر الناس اللي واخدين مؤهلات تدريبيه. يعني انا اشتغلت درجه رابعه ودرجه ثالثه ودرجه ثانيه، فاهمني؟ الممتاز به. كل العمليه واقفه بالنسبه لي كممتاز الف ان انا كنت اشتغل في النادي بتاعي. انا ما اشتغلتش في النادي بتاعي. انا اقول لك يعني بصراحه ممكن انت علشان بتطلع فليك اراء فبتعترض كتير فبتتكلم فممكن. بص عايز اقول لك على حاجه. في توقيت معين مجلس الاداره ما بيكونش. بص ديننا بيقول ايه؟ من راى منكم منكرا فليغيره، فان لم يقدر فبقلبه، فهذا اضعف الايمان. بمعنى ان الانسان اللي ملوش راي ملوش تواجد، ما يستحقش انه يبقى انسان. يعني انا باختلاف كتير جدا مع بعض الناس اللي بيقول لك ده مؤدب ومحترم قوي. لا ده تحطه على جنب وتحط عليه لقمه كمان او تدي له قرشين. مفيش حاجه اسمها كده. لازم يبقى ليك راي علشان الحياه تمشي بشكل كويس. لو ما اختلفناش مش هيطلع الراي الصح. زي ما بيقولوا ايه؟ راي الفرد خطا وان كان صواب، وراي الجماعه صواب وان كان خطا. بمعنى مرتضى منصور ناجح كرئيس لنادي الزمالك ولا لا؟ والله اكتر فتره نجاح انا شفتها الفتره اللي امير بقى موجود فيها في فرقه الكوره. امير بقى ليه تاثير قوي جدا على الاستاذ مرتضى. فالديفوهات اللي كانت بتحصل قبل كده ما بقتش موجوده. بقى في دلوقتي متحدث رسمي، مدير كوره. امير بيعملها بشكل كويس جدا وبيقدر ياخد من ابوه كل اللي هو عايزه، مش من مستشار مرتضى بقى، لان مستشار مرتضى بيتعامل معاه بحته ان هو مدير كوره وان هو ابنه ويهمه نجاحه، فبيقف معاه بشكل كبير جدا، ودي حاجه ايجابيه. طيب احنا عندنا فقره صور، هنعرض لحضرتك فقره الصور سريعا في 15 ثانيه. هناخدها لان طبعا ايه عايزك ايه في كلمتين. لكن برضو لغايه خلاص جاهزين. ماشي اول صوره مين؟ محمد ابراهيم. كنت اتمنى ان هو يرجع نادي الزمالك تاني الفتره دي، وخاصه بعد رجوعه للحاله بتاعته الطبيعيه. لعيب كره محترم من افضل الناس اللي موجودين رقم 10 في مصر، هو عبد الله السعيد. اللي بعده رضا عبد العال المدير الفني لطنطا. اخويا وحبيبي ومبروك يا رضا وكل التوفيق ليك يا رب ان شاء الله، واشوفك مدرب منتخب مصر كمان ان شاء الله. حسام البدري.
كابتن حسام كل التقدير والاحترام، بس انا شايف ان منتخب مصر مش بحالة كويسة في ظل وجودك. اللي بعده حسين الشحات. حسين الشحات يعني ما طلعش الصورة اللي انا خدتها من نادي العين الاماراتي مع النادي الاهلي. كابتن خسرت نادي الزمالك وكل الجماهير الجميله دي، كان نفسي تاخد بطوله افريقيا وبعد كده تمشي، كانت الامور هتختلف كتير جدا وكان اسمك هيخلط في مصر. اللي بعده بشار مرتضى عمل طفره انشائيه في نادي الزمالك وعمل طفره كمان في فرقه الكوره، بقى عندنا فرقه كوره محترمه واتمنى ان احنا نحافظ عليها بشكل كويس، وكل التوفيق الفتره اللي جايه. دورك الفتره اللي جايه اكبر من دورك الفترات اللي قبل كده، وبخاصه في الفتره دي لغايه بطوله افريقيا. مصطفى محمد واحد من الفراوده اللي ما بقاش موجودين في مصر سنين فاتت كبيره قوي، اخرهم جمال عبد الحميد وعمرو زكي، ومصطفى محمد انا عارف انه جاي له اكتر من عرض من تركيا ومن انجلترا، وشايف ان مصطفى على الشتاء اللي جاي مش هيبقى موجود في الزمالك، هيجي له عرض كبير جدا. اخر حاجه كابونج كاسونجو لعيب كرة كويس، وانا كنت شايف ان هو حتى ما كانش يطلع اعارة الفترة اللي فاتت رغم اعتراضات البعض عليه، الا انه لعيب في ميزة ان هو بيهدف، يعني رغم الاخطاء الكبيرة ما يلعبش على الطرف، وده كان ضمن الحاجات اللي انا كنت شايفها في كارتيرون مش عجباني، ان السرعات بتاعته كانت المفروض تستغل جوه البوكس مش بره. كابتن عفت نصار نجم نادي الزمالك، انا بكون مبسوط وانت موجود معانا ونورتنا وشرفتنا. الله يخليك يا اسلام وكل التوفيق ليك، وبقول كل جماهير نادي الزمالك يا جماعه انتوا رقم واحد بطوله افريقيا، انتوا وبعد كده اللعيبه وبعد كده مجلس الاداره، فكونوا داعم للنادي بعيد عن اي حاجه خالص الفتره دي، احنا محتاجين تكاتف اكتر علشان فريقنا يبقى بطل ابطال افريقيا. ده طبعا الحوار مع الكابتن عفت نصار نجم نادي الزمالك الاسبق. قبل ما اختم معاكم، باتشيكو المدرب البرتغالي يقترب من تدريب نادي الزمالك براتب شهري قدره 75,000 دولار وباربع مساعدين اجانب، ده حسب ما تمت المفاوضات مع الوكيل باتشيكو اللي كانت يمكن واحنا شغالين في الحلقه وقلنا لكم ان الجلسه لسه مستمره. باتشيكو يمكن ما دربش من حوالي 3 سنين، اخر فريق كان دربه نادي صيني، لكن طبعا كان لظروف النتائج ولظروف كورونا بصرف النظر. خلينا نشوف هل المفاوضات هتستكمل بشكل رسمي خلال الساعات المقبله ولا لا، لكن ما توصل إليه المسؤولين داخل نادي الزمالك هو أن خلاص هيكون الأقرب هو باتشيكو يعود مرة تانية إلى نادي الزمالك براتب شهري قدره 75,000 دولار ومساعدين 4 أجانب. ده كل اللي موجود معانا النهاردة. بكرة في كواليس جديدة، بكرة هيكون معانا النجم إبراهيم سعيد. قبل ما نطلع يعني نختم معاكم للنهاية، هنشوف مرة تانية الانفراد اللي احنا كنا اتكلمنا عليه الاسبوع اللي فات بخبر تلقي كارتيرو عرض من احد الاندية السعودية اللي احنا قلنا عليه الاسبوع اللي فات وتفاجأ الجميع برحيله امبارح. تصبحوا على خير. يمكن كنت قلت لكم يعني في الانترو ان في خبر خاص بكارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك. كارتيرون قبل التمديد او تجديد تعاقده مع نادي الزمالك كان تلقى عرض مغري من احد الانديه الكبرى السعوديه، كان جاي له اكثر من عرض كمان الى جانب العرض السعودي، كان جاي له اكثر من